يقول الروح والعروس يقولان تعال. الروح اللي هو ايه؟ الروح القدس، والعروس اللي هي الكنيسة، بيقولوا ايه؟ بيقولوا له تعال. فهو رد قال ايه؟ نعم نعم اللي هي يس، حاضر. لما تقول له واحد تعال يقولك ايه؟ حاضر نعم. وي نعم، عارفين قال نعم ايه؟ انا اتي سريعا. هم بيقولوا له تعالى، قال لهم انا جاي سريعا. يعني ما قالولوش تعالى بسرعة، هم بيقولوا له تعالى، قال لهم انا متشوق اكتر منكم، انا متشوق اكتر منكم، متشوق للقائكم. اللي بيسمع الحديث اللي بين الروح والعروس والعريس مين اللي بيسمع؟ يوحنا المعمدان. فرد يوحنا الامين، محنا الحبيب اسف، فرد يوحنا الامين تعالى ايها الرب يسوع. يبقى هنا لما بنيجي نشوف اللي هو اشتياقاته اكتر، حياه التسبيح. يعني ايه تسبيح؟ تسبيح جت من يسبح. يسبح يعني ايه؟ يعني يعوم. يعني ايه يعوم؟ ما احنا بنروح اسكندريه ولا بنروح اي بلاج من البلاجات نلاقي الناس كلها في الميه وبتغطس، لكن هل كل اللي في الميه بيعوموا؟ لا. امال مين هو اللي تقدر تسميه انه بيسبح؟ يقول لك الانسان اللي يسبح اللي جسمه ما يلمسش الارض. لكن لو دخلت في الميه لغايه ما غطيت راسك وما دام جسمك لامس الارض ما تبقاش تعرف تعوم. العوم هو ايه؟ هو ارتفاع عن الارض. لما ترجع تقرا حتى في 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 التعاليم بتاعه الرياضه، لو جبت كتاب رياضي لما يجي يعرف ما هي السباحه، قال لك السباحة انك تلقي بثقلك بكل ثقة على المية هتفك. اتاري الواحد لما بيبقى واثق يرمي نفسه على المية بثقة، الثقة بتدي خفية في الجسم فالمية بترفع. الخوف بيدي ايه؟ بيدي تقل في الجسم فبيخلص. ما انت بتلاقي واحد رمى نفسه على المية رفعته، واحد رمى نفسه على المية غطس. مش معنى ده خاف، ده خاف. اللي بيعايز يسبح لندخل بثقة، ندخل بثقة دي السباحة. الشيطان يبتدي وانت داخل في حياة التسبيح ينزع عنك الثقة، يحط لك ضعفاتك انت. وهو ايه الفرق بين اللي يعرف يعوم واللي ما يعرفش يعوم؟ دي كثافة جسمه غير كثافة الجسم ده. ابدا، ده ممكن تلاقي واحد رفيع وخفيف والسيس يغرق، واحد تخين وضخم يعوم. ده مش بالتقل، مش بيقولوا نوزنهم في الميزان، ده وزنه 100 كيلو بيعرف يعوم، وده وزنه 30 كيلو غطس وغرق، ده وزنه 10 كيلو طفل وغرق. الله، ليه الميه ما رفعتوش؟ ليه؟ اصل ده مش موضوع تقل وخفيه، ما الموضوع ايه؟ موضوع انك ترمي نفسك بثقه. التسبيح انك تدخل بثقه، فلنتقدم بثقه الى عرش النعمة. وانتوا داخلين حياة الصلاة والتسبيح الشيطان بينزع عنكم الثقة دي، يفكركم بضعفاتكم، يفكرك باخطائك، فتروح داخل تبتدي تندب حظك. يا رب سامحني، انا عملت وعملت وكذا 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 وكذا، وتبتدي بقى في الامور دي كلها تخرج. يقول لك انت كده دخلت في ايه؟ في اول درجات الصلاة اللي هي الطلبة، لكن لا دخلت للشكر ولا للتمجيد ولا للتسبيح. انا عايزك تسبح. تسبح يعني انسى نفسك، انسى نفسك بضعفاتها بحلاوتها بمرها، وادخل اتأمل في الحبيب اللي هو ابرع جمال من بني البشر. ادخل للعمق، ادخل للعمق. عشان كده هنا لما بيجي يتكلم يقول لك ايه؟ طول دراع، عرض دراع، مربع، لكن ارتفاع دراعين. ترفع دراعين اثنين، الدراع ده والدراع ده يرفعك بدراعين في الاثنين. ترفع دراع ودراع طول وعرض وتقول له ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية، ذبيحة المساء. والعجيب ان مذبح البخور قدام الحجاب
يعني لو شلنا الحجاب هنلاقيه قدام تابوت العهد قصاد بعض، بس الفرق بينهم الحجاب اعلى منه، اعلى من الموت. ما تابوت العهد اللي معالجة قضية الموت، لا ده خلاص نسي قضية الموت ارتفع عنه. لما لو ترجعوا لتابوت العهد تلاقوا ارتفاعه كام؟ ذراعين ونص، اسف ذراع ونص، ارتفاعه ذراع ونص، لكن ده ارتفاعه ايه؟ ذراعين، يعني يفوقه بنص ذراع ويفوق مائدة خبز الوجوه. يعني الموضوع ما بلاش، لا خايف من موت ولا بدور على الشبع، لكن هينان في الحبيب داخل لجمال المسيح. وبعدين يقول ايه؟ مربعا يكون وارتفاعه ذراعان. خلوا بالكم حط نقطة وانت بتقرأ، بعد ما قال ارتفاعه ذراعان قال لك ايه؟ منه تكون قرون. قرن يعني ايه؟ يعني قوة. كلمة قرن يعني قوة، قوة منه. من التسبيح تاخد قوة، التسبيح يدي قوة، منه تكون قرونه. القرون منه فيه، يعني منه تكون قرونه، يعني مش يجيبوا حتة خشبة يعملوها قرن ويلزقوها، لا، من نفس الخشب اللي مصنوع منه المذبح يطلعوا ايه؟ قرن. يعني القرن طالع من نفس الخشب، فاهمين ولا لا؟ يعني مش حتة خشبة ملزوقة ولا متسمرة ولا محطوطة بغيرها، لا، منه تكون قرونه. أكبر مثل لينا بولس وسيلة، دخلوا في لبي رموهم في السجن ربطوهم في المقبرة، وشرحت لكم المقبرة عبارة عن حتة عمود في الأرض يمكن سمكها بتاع 30 سنتي ولا 40 سنتي، المحيط بتاعها ارتفاعها بتاع متر إلا ربع كده ولا متر، فيها أربع حلقات يربطوا رجليه في حلقتين ويميل على وشه ويربطوا ايديه في حلقتين، يعني يبقى مقوص العمود فين؟ في بطنه، رجليه لتحت وايديه ايه؟ لتحت ووشه لتحت، واحد مقوص على عمود كده دي راسه ودي رجليه، ودول مربوطين من هنا في الحلقتين ودول مربوطين من هنا في الحلقتين، لا يقدر يتنفس كويس، لا يقدر يتحرك، مربوطين نفسهم مقطوع. بولس وسيلة، بولس يقول وسيلة لو كنا ما جيناش مقدونيا زي ما قال لنا روح القدس كان زماننا بقينا فين؟ قالوا كنا رحنا اسيا الصغر بشرنا. قالوا كنا دلوقتي بنعمل ايه؟ قالوا بنسبح. قالوا طب ما يلا نسبح، ايه اللي يمنع ان احنا نسبح؟ ويقول في نص الليل سبحوا، حصلت زلزله، اتهزت اساسات السجن، اتفكت السلاسل، فتحت الابواب. ايه ده؟ ايه القوه دي جت منين؟ من التسبيح. منه تكون قرونه. طوبى للشعب العارفين الهتاف. اجمل حاجه انك تسبح ربنا في بيتك، في تعبك، في حزنك، ده التسبيح اللي بيشم ربنا الريحه الطيبه، ودي لما هنيجي عند البخور هنتكلم عنه. لكن قرونه منه طول عمرنا نلاقي في التسبيح والهتاف القوه منه، مش مننا، من هو. تطوروا لما راحوا عند أريحة لقوا الحيطان شديدة، قال لهم كل يوم تلفوا مرة حوالين أريحة. مش معنى لازم كده مدينة زي مدينة أريحة، السور بتاعها شوفوا الطول بتاعها 5 كيلو، العرض 3 كيلو، يبقى المحيط كام؟ 5 و5 10 و3 و3 6 6 و10 16 كيلو. شوف لما تمشي على رجليك 16 كيلو زي من هنا الحلوان، كل يوم الشعب كله يلف مرة. طب ليه يا رب كل يوم نلف مرة؟ قال عشان تبص في الحيطان، عشان تكون في حيطان مشرخة ولا حاجة، لا ده حيطان شديدة ومتينة ومبنية بالحجارة. جه 7 يوم وقال لهم تلفوا 7 مرات النهارده، 7 مرات، اضربوا 7 في 16 بكام؟ 7 في 16 ده واحد سافر من هنا لبني سويف ماشي على رجليه، يعني البيت ما وصل هناك لانهم مشيوا من الصبح للمغرب، من الفجر للعصر كده،
انا متصور ان رجلهم كانت ايه، فقفقت وورمت ودايخين واللي عايز يستند، وبعد كده سبع مره يقول لهم اهتفوا، هو احنا فينا نفس للهتاف؟ اهتفوا. فهتفوا للرب فسقطت الاسوار في مكانها ودخلوا لبستهم قوه قضوا على المدينه كلها. يا سلام يا سلام لما تشوفوا حاجه زي كده. القوه دي جايه منين؟ من التسبيح، منه تقوم قرونه، مش من اللي بيسبح، من التسبيح نفسه. احسن حد يقول لك سبح لرب تقول المستنى ضعيف، هو التسبيح هيخوف الشيطان؟ اصل انت وانت بتسبح الرب بيسبح معاك، هو بيقول في وسط الجماعه بسبحها، فانت بتسبح من خلال الرب، والكنيسه علمتنا كده في كل صلوه. صلاه باكر اقدمها ليه؟ للمسيح ملك واله. صلاه الساعه الثالثه اقدمها ليه؟ للمسيح. يعني ايه اقدمها للمسيح؟ اقدمها للمسيح عشان يقدمها لمين؟ للاب. خلوا بالكم، لانك انت اي صلوه بتبتديها بايه؟ يا أبانا الذي في السماوات، يبقى صلواتك مقدمة لمين؟ للآب. لكن أنت قلت أقدمها لمين؟ للمسيح. وبعد ما قدمتها للمسيح قلت يا أبانا الذي، عشان من خلال الابن تقدم لمين؟ تقدم للآب. والآب ما فيش صوت يعجبه أحسن من صوت الابن، عشان كده بيسكت أصوات الملائكة عشان يسمع صوتنا. منه تكون قرونه وتغشيه بذهب نقي. في التسبيح الروح القدس بيحل، اصل الذهب النقي اللي هو اللاهوت بيحوط بينا، الروح القدس بيحوط بينا. اكتر حاجه ترعب ابليس هي التسبيح، ترعبه، تخليه يسيب الدايره كلها، عمليه مسح للمكان، مسح شامل. يبقى الليل كله والنهار كله قاعد ابليس يتعب ويحط لك الغان ويحط لك افكار ويحط لك كل حاجه، جيت انت رحت عامل عمليه تسبيح، يعني مسح شامل للمكان. واخدين بالكم؟ تغشيه بذهب نقي سطحه وحيطانه وحواليه وقرونه. يا سلام. قوته بالروح القدس، سطحه يعني غطاؤه، حيطانه يعني الحفظ، يحوط عليك حيطان، يحوط عليك لفك. عارف اللي يعيش التسبيح يقول ايه مع المزمور؟ لانه جعل العلي مسكنه. بقى ساكن في الله، بقى ساكن في مين؟ ساكن في الله. وبعدين تصنع له اكليلا من ذهب حواليه. الاكليل علامه النصره، تسبيح النصره. وتصنع له حلقتين من ذهب تحت اكليله على جانبيه. انتوا عرفتوا ان كل حاجة ليها اربع حلقات في كل اللي شرحناه. تابوت العهد ليها اربع حلقات، العصيتين يدخلوا في حلقتين وفي حلقتين، مائدة خبز الوجوه ليها اربع حلقات، المذبح بتاع المحرقة ليها اربع حلقات، ما عدا مذبح البخور ليه كام؟ حلقتين. ليه؟ لان الكل ده موجه للكل. المسيح جاي يقضي على الموت ومقدمه للعالم، الشبع مقدم للعالم، مذبح المحرقة الخلاص مقدم للعالم، هكذا أحب الله العالم. أما مذبح البخور فده مش مقدم للعالم، ده مقدم للخاصة بتاعته، للي مدله إيده. حلقتين. عروس النشيد تقول إيه؟ يداه حلقتان. فاكرين لما كنت بشرح لكم سفر النشيد؟ يداه حلقتان، يداه حلقتان من زبرجد، حلقتان من ذهب مطعمتان بالزبرجد. حلقة ايديه حلقتين، عشان كده ده ليه حلقتين. الحلقة دي ليه؟ النجاة، الانقاذ، يشدك ليه. التسبيح يرفعك، يجذبك. وحينما ارتفع يجذبك ليه؟ العصايتين هم ما قالش تحط عصايه، لا، عصايتين. اللي في الاربع حلقات عصايتين لان موجه للعالم كله، لكن دي حلقتين برضه عصايتين. الصليب في كل مكان، الصليب هو الصليب. هو قال وحينما انا ارتفع على الصليب اعمل ايه؟ اجذب الي الجميع، اجذبني وراءك فنجري.
الحلقة دي أول من اخترع الحلقة عشان تبقوا عارفين عملوها من خشب، واللي عملوها البحارة لما واحد يغرق في البحر أو بيترمي فيجيبوا حبل ويربطوه في حلقة خشب ويرموه الحلقة. أصل في فرق بين واحد يمسك في حاجة وفي واحد يمسك في إيه؟ في حلقة. المسك في الحلقة بتبدي للي ماسك إنه يعمل إيه؟ يتمكن. مهما كان ضعيف يتمكن المسك، لكن الحبل ممكن وهم بيشدوا الحبل يفلت من إيده، لكن الحلقة ما تفلتش من إيده. اسمه طوق النجاة. فهنا بيقول لك حلقتان، هو اللي بينجي ده. التسبيح بيرفعك، يرفعك فوق الضعفات، يرفعك فوق التجربة، يرفعك فوق الحزن، يرفعك فوق الألم، يعيشك في السماء وانت على الأرض، تذوق تذوق أمجاد السماء، تذوق أمجاد السماء. فهنا يقول حلقتان، واخدين بالكم؟ على الجانبين، تكون لتكون بيوت بيتين لعصوين لحملوا بهن من خلال الصليب، وتصنع العصوين تماما ده الصليب من خشب الصنط وتغشيهم بالذهب، اللاهوت المتحد بالناسوت اللي هو الصلب المسيح على الصليب، وتجعل قدام الحجاب الذي امام تابوت الشهادة قدام الغطاء الذي على الشهادة حيث اجتمع به. التسبيح ده يبقى مستمر، ده كان زمان قدام الحجاب، لكن دلوقتي الحجاب ايه؟ انشق، فاصبح التسبيح لينا دلوقتي فين؟ في الامجاد، في السماء. ثقوا، اللي بيسبح بيتخذ في رؤية للسماء، بيشبع. اللغة بتاعت العقل ما تقدرش تقف ولا تفكر. عارفين بعد ما يرجع من زيارة النعمة بتاعت التسبيح تقول له كنت فين؟ تلاقيه مبسوط فرحان وبيرقص، تقول له فرحنا معاك، يقول لك فرحان بالرب. طب ليه؟ لك مش عارف. طب شفت ايه؟ يقول لك مش عارف. طب اوصف لنا، يقول لك اوصف لك في جملة واحدة، ايه هو؟ قال لك فرح لا ينطق به ومجيد. اللغة العربية ما تقدرش، ولا اللغة الإنجليزية ولا الفرنسية ولا القبطية ولا أي لغة تقدر تعبر. ليه؟ أصل رحت زيارة هناك في مدينة الحب، ولا تستطيع قوة النطق أن تصف لجة محبتك للبشر. ذقت الحب، الحب العطاء، الحب اللي ما شفتوش في الأرض، الحب اللي اتكلم عنه بولس. شفت المحبة التي تصدق كل شيء، تصدق المحبة تصدق حتى الكذب، تصدق الكذب طب ليه بتصدق الكذب؟ عشان ما تجرحش. تصدق روحي ادعي زوجك، قالت له ليس لي زوج، حسنا قلت. ايه ده؟ بتصابح كم صدقها وشدها ورفعها وعرفها حقيقة نفسها من غير ما يجرح شعورها، لدرجة ان هي نسيت. يعني واحدة غيرها لما يقول لها كان لك خمسة ازواج كانت تقول له وش منك في الارض مكسوفة، وخصوصا المرأة لما تطعن في ايه؟ في شرفها، فضلها ايه تاني؟ عارفين؟ بصت له كده بعينين مفتحة وتقول له ارى انك نبي. ايه ده؟ أصل المحبة صدق كل شيء، تحتمل كل شيء، ترجو كل شيء، لا تصدق أبدا. دي الزيارة اللي بتقوم بيها التسبيح، رحلة. كل تسبيحة تعمل رحلة لمدينة الحب، وتشوف هناك ملك الحب God is love، الله المحبة. ترجع محمل بعطايا الحب، تبدأ توزع. توزع لمين؟ للي ما يستاهلش قبل اللي يستاهل. ما بقاش في فرق، جاي من السماء، والسماء بتشرق على الأشرار والأبرار وبتمطر على الصالحين والصالحين. حياة التسبيح لذيذة جدا، بخورا دائما في أجيالكم. امتى ده؟
يقول لك فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقده، وهو بيصلح السراج يوقده. عايز تصلح نفسك، عايز تنور، أضيء البخور رائحة المسيح الزكية. حين يصعد السرج يوقده، وحين يصعد ده بالليل، ما بالنهار يصلحها وبالنهار بالليل ايه يصعدها. بالنهار يصلحها يعني يشيل الشوائب اللي فيها، وبالليل ينورها عشان ينور في الضلمة. حين يصعد السرج في العشية يوقده. وانت بتتصلح شم ريحة المسيح وتصلح بيها، وانت بتنور للناس تظهر مش نورك، نور المسيح اللي فيك، عشان يكون المجد كله لله. وانت بتتصلح بتاخد، وانت بتوقد بتعمل ايه؟ بتدي. انفق وانا بتصلح، وانفق وانا بدي. وانت بتاخد خد لك للاخرين، وانت بتدي اعتبر ان هو اللي بيدي مش انت. في ناس وهي بتدي بتؤول المجد لنفسها. لا ده مش صح، مش صح. عمر السراج منور لنفسه، وعمر الشمعة منورت لنفسها. الشمعة بتحرق نفسها عشان تنور للغير. حط الآخرين أمامك تجاهك، يبقى يوقد إمتى؟ الصبح وبالليل. ده كان أيام هارون، لكن بعد كده أيام داود النبي عمل 24 فرقة بقى بعد كده في أخبار الأيام. لكن كان بيوقد كم مرة؟ مرتين، بخور الصباح وبخور المساء. داخل تعمل ايه يا هارون؟ داخل أصلح السراج. واحنا بنتعلم نتعلم فيما للمسيح، واحنا بالليل بننفذ اللي تعلمناه ننفذه لمجد المسيح، فيكون المسيح هو الكل. ايه في الكل؟ ننقل على آية 34، البخور نفسه اللي بيتحط. يقول وقال الرب لموسى خذ لك أعطارا أربع أنواع. شوف البخور اللي هيتقدم أربع أنواع. النوع الأولاني اسمه ميعة، النوع الثاني اسمه أظفارا، النوع الثالث اسمها قنا عطرة، النوع الرابع اسمه لبان. النوع الأولاني ميعة، كلمة ميعة يعني قطرة، قطرة حاجة بتقطر. والميعة هي المر القاطر عشان تبقى عارفين. يبقى أول حاجة ميعة، قطرة. قطرة دي ليه؟ رمز للمر. أول حاجة نشوفها في البخور المر. بني إسرائيل بعد ما طلعوا من أرض مصر أول حاجة تقابلهم كانوا عطشانين، فلقيوا مية، مية اللي يشربوا، لقوا طعم المية إيه؟ مر قاطر. يا حتى المية اللي بعتها لنا ربنا مرة، نشرب منين دلوقتي يا موسى؟ دي الحتة دي الظهر ميتها مرة من أولها باينة، مش الجواب بيفهم من عنوانه؟ من أولها مطلعنا في أرض، سيبنا نهر النيل المية الزلال العذبة الحلوة ومطلعنا هنا للمية المرة. حتى ما فيش مية، ولما نلاقي مية مية مرة. موسى وقف مكتوب، مالك يا موسى؟ قال له ما انت شايف اهو. قال له اقطع الشجر وارميها في المية. اول ما حط الشجرة في المية صارت المية عذبة. كل المرار اول ما تحطه على صليب يسوع من ضمن الام مرار يسوع اللي شربوه يتحول مرارك لحلاوة، يحول مرارتك لحلاوة. ميعة، بص للي اتصلب من اجلك، بص للي احتمل. يسوع احتمل من اجلكم قد ايه؟ واللي بتحتمله انت دلوقتي من اجله قد ايه؟ اللي بتحتمله من اجله قد ايه؟ مرة انسانة حكت في اختبارها الاخي، قالت في مرة جوزها جه
وجوزها دايما كانت تحبه وهو يحبها وتحترمه ويحترمها، فكان جاي متضايق. ففي مرة بتتكلم معاه فشخط فيها، قال لها روح من وشي دلوقتي. فبتقول قامت في مخي ان سيب له البيت وامشي. راحت سايبه البيت ومشي، راحت بيت بابو، بيت بابا. اهلها مش متدين، مش مؤمنين قوي. في ايه؟ قالت لهم ده شخط فيه. قال لها سيبيه يتربى شويه وقت. فبتقول دخلت متعوده بالليل اصلي، فدخلت اصلي واسبح، مش عارفه حاسه كده بغربه، اللذه بربنا ما فيش. فقعدت ابكي بالدموع، وهي بتبكي بالدمواع بصت لقت الرب يسوع قدامها وزعلان. فبيقول بتقول زعلان ليه؟ قالها انت سبت جوزك ليه؟ قالت له ده شخص فيا. قالها يعني ما تفش على وشك؟ قالت له انت كنت عايز انتظر لغايه ما يتف على وشي. قالها مش قادره تنتظر يتف على وشك، وانا انتظرت لما تف على وشي من اجلك ومن اجل غيرك، وما زلت منتظر. واختفى من قدامي. بص بقى، طلعت من الاوضه لابسه رايحه فين؟ قالت لهم انا مروحه. ايه يا بنتي ده؟ قالت لهم مروحه. روحت البيت. تتصور العجيبه انها روحت البيت ودخلت اوضتها، عملت نفسها زعلانه، وهو طبعا في اوضته نايم. فهو اول ما سمع صوتها قام راح طلع. قال لها انا متاسف. قالت له لا انا المتاسف، انا كان المفروض احتمل اكثر من كده. وبتقول كانت هي الزعله الاولى والاخيره، وحياتهم بقت لربنا بالكامل بعد كده. ليه؟ هو فكان كان بيحترمها بس كان بعيد عن ربنا، لكن جه لربنا وبقى كويس. لما نحط الام يسوع، لما نحط الميعه، ميعة يعني قطرة، قطرة المر هيبقى ايه؟ هيبقى حلو. عارف العريس هيقول لها ايه؟ شفتاكي تقطران عسلا ايتها العروس. شفتاكي تقطر قطرات. يبقى اول حاجة البخور ده رمز لايه؟ رمز للمر اللي شربه المسيح. نمرة اثنين، اظفار. ايه الاظفار دي؟ صدف بحري، نوع حيوان بحري، سمك بيبقى في صدفة. الصدفة شكل الضفر، ضفر الايد كده، عارفين ضفر الايد؟ الصدفة عبارة عن الضفر، فيطلعوا منها الكائن هيخرج منها، فيمسكوا الاظفار دي الصدفة ايه؟ الفاضية، ويطحنوها. فلما يسحقوها تتحط في النار تطلع ريحة حلوة، اسمها الأظفار. إذا كانت الميعة رمز للمر، فالأظفار رمز للانسحاق، لأن الآب قد سر أن يسحقه بإيه؟ بالحزن. يبقى شرب المر وقبل الحزن. ما البخور ده بيعالج كل حاجة فيك وانت بتسبح. يتحط البخور على مرارتك يحليها، ويتحط على حزنك يفرحك. أظفار. بص البخور ما كانش أي كلام. طبعا ما فيش حد دلوقتي بيقدم البخور ده، نوع البخور الأربع أجزاء المتساوية ما فيش. إحنا اللي بنقدمه في الكنيسة إيه؟ لبان بس، رغم إن الكتاب يقولك أربع أجزاء متساوية. أربع أجزاء متساوية. يبقى ميعة قطرة. ده رمز البخور للمر اللي شربه، لما ادخل عمقه هيحل مرارتي. لما انسحق اظفار، اروح للي انسحق بالحزن، والانسحاق ده بيولد فيا رجاء وفرح. فرح. النوع الثالث اسمه ايه؟ قمه عطره. القمه العطره دي ايه؟ ده سائل بيطلع من شجر، واخد بالكم؟ شجر بيطلع سائل اسمه قن عطره، ده ملهاش اي ريحه خالص، لكن فايدتها انها بتثبت الروائح اللي قبليها. فكلمه قن يعني مثبت، رمز للثبات.
تعرفين الروائح الغالية بتقاس بإيه؟ بالمثبت بتاعها. يقولك البرفان ده تحطه في الإيد ريحته تقعد إيه النهار كله، أو تفتكروا النهار كله قاعد من الريحة نفسها، لا، كمية المثبت اللي محطوطة، أصل المثبت ده أغلى حاجة، قمة قمة عطرة، ده مثبت، فبتبقى الريحة تثبت. كمية القمة العطرة ممكن يحطوها في البرفان قليلة، لكن فتفضل الريحة إيه فترة قليلة، لكن هو ملوش ريحة، هو مثبت الروائح كلها. يعني الروائح ثلاثة، المر ليه ريحة حلوة، الأصفر لها ريحة حلوة، اللبان ليه ريحة حلوة، يعني ثلاث روائح، المر، الحزن، اللبان ده ايه، اللبان ده رمز ايه، عارفين كلمة لبان معناها ايه؟ لا، لبان معنى كلمة لبان يعني جرح. وليه سموه لبان؟ اصل شجر اللبان يجوا بالسكينة ويجرحوه، اول ما يجرحوه يروح مطلع ايه المادة اللي فيه، المادة يسيبوها اللي في الشمس تتبلور وتبقى الحسب اللي انت بتشوفوه او البخور اللي انت بتشوفوه، اللبان. فاللبان ده جروح، هو جرح في بيت احد بره، بخوره يداوي جروحك، يداوي حزنك، يداوي مرارتك، ويثبتك فيه. القن العطر ده يثبت، يثبتك، مش يداوي المر وبعدين ترجع تذوق المرار تاني، لا، ده يفرحك وتطلع ويقولك لا يستطيع احد ان ينزح فرحكم منكم، ليس كما يعطي العالم. برفانات العالم برفانات مؤقتة، رائحة العالم رائحة مؤقتة، الزمن بيعمل ايه؟ بيخليها تبهت وتضيع. مهما جبت برفان غالي، صح، ريحة غالية، ايه هيقعد قد ايه؟ 12 ساعة 24 ساعة، ده وان قعدت ساكت، ده انت لو رحت غسلت ايديك واشتغلت الريحة تعمل ايه؟ تروح. لكن ده لتكن لكم رائحة المسيح الزكية اللي تدوم فيكم هنا وهناك، رائحة عطرة تقبلها في المر، لما تقبل المر بفرح، تقبلها في الحزن، لما تقبل الحزن بفرح، تقبلها في اللبان، لما تقبل الجروح بفرح، كل جرح جرحته تقبله في المسيح وتفرح بيه، يتحول للبان، يتحول لرائحة طيبة، تثبت في المسيح، تعيش للمسيح بالمسيح في المسيح يسوع، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سفر الخروج لموسى النبي صح 30 من آية 17 بركاته فلتكن معنا أمين. وكلم الرب موسى قائلا: وتصنع مرحبة من نحاس وقاعدتها من نحاس للاختسال، وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح، وتجعل فيها ماء، فيغسل هارون وبنوه أيديهم وأرجلهم منها عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع، يغسلون بماء لألا يموتوا، أو عند اقترابهم إلى المذبح ليوقدوا وقودا للرب، يغسلون أيديهم وأرجلهم لألا يموتوا، ويكون لهم فريضة أبدية له ولنسله في أجيالهم. صح 31 اللي تحت بيقول: وكلم الرب موسى قائلا: انظر، قد دعوت بصلائيل ابن أوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأت من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب ليعمل في كل صنعة، وها أنا قد جعلت معه أهولياب ابن أخي سماك من سبط دان. أيضا آية واحدة من إصحاح 38 آية 8: وصنع المرحبة من نحاس وقاعدتها من نحاس من مرائي المتجندات اللواتي تجندنا عند باب خيمة الاجتماع، والصبح لإلهنا دائما أبديا أمين. المرة الماضية واحنا النهاردة هنختم خيمة الاجتماع، المرة الماضية كنا بنتكلم عن مذبح البخور
وكنا بنتكلم عن الاربع انواع اللي بيصنع منهم البخور. وقلنا علشان في حتت انا نسيتها، قلنا ان الاربع انواع، النوع الاول ميعة اي قطرة، وقلنا ان القطرة ده رمز للحزن او للمر، ويداي تقطران مرا على اصابع القف. قلنا الاظفار اللي هو نوع من السمك البحري، صدف بيبقى حواليه فبياخدوا الصدف ده وبيعملوا يسحقوا، لان الاب قد سر ان يسحقوا بالحزن، فمراره وانسحاقه وحزنه نمرة اثنين، وثباته نمرة ثلاثة اللي هي القنة العطرة المثبت، ملهاش لون لكن تثبت الحاجة. اخر حاجة جروحه، كلمة لبان اللي هي جروح الشجر، شجر بيجرحوه بيطلع لبان. بعد ما حط الاربعة دول قال لك يكون مملحا، الكلمة دي انا نسيتها، لما تقروا هنا تلاقي يقول لك ايه، يكون ايه بخورا مملحا نقيا مقدسا. يعني ايه مملحا؟ يعني بيضيفوا على الاربع انواع جزئية من الملح. ليه بيحطوا جزئية من الملح؟ اصلي اي بخور تحطه على الجمر بتاع النار بيتحول لسائل، فالسائل بيعمل ايه للجمرة؟ بيطفيها. اي سائل ينزل على حاجة مولعة يعمل ايه؟ يطفيها. عشان كده لما احنا بنحط البخور ونحط كمية كتيرة في الشرية، تبص تلاقي الشرية ايه؟ انطفت، لان السائل ساح فمنع الهواء، فلما منع الهواء ابتدى تحت كمية البخور ابتدى يعمل ايه؟ ينطفي. لكن الملح لما بينزل فبيعمل عملية انها طقطقة، الملح لما تحطه في النار يطقطق، فيخلي الحتت اللي انطفت تتقلب، فلما تتقلب تزداد اشتعالا. فالملح ده اللي هو بيزيد بيخلي عملية الاشتعال مستمرة، عملية الاشتعال مستمرة. الملح ده بالنسبة لينا احنا اللي هي الاعمال الصالحة، انتم ملح الارض، اللي هو بيملح الطعام بيرضي طعامه. فحياة المسيح ألماتها كلها دي تبقى ايه بالنسبة لينا؟ مملحة. النقطة الثانية اللي أنا نسيتها، قال لك كل من صنع مثله ليشتمه يقطع من شعبه. وده السؤال اللي اتسألته المرة اللي فاتت وما جاوبتش عليه، نسيت أجاوب عليه. عشان كده في ناس يقولك ممكن البخور احنا اللي بنستخدمه ممكن يستخدم في البيت، بخور الكنيسة حاجة وبخور اللي بيستخدم في البيت حاجة تانية. اي حاجة خاصة بالكنيسة مش مفروض تستخدم في اي بيت، مش البخور بس، مش البخور بس، ده حتى لو انتوا خدتوا فوطة وش وانتوا بتعمدوا طفل وتنشف الطفل في فوطة الوش، يبقى بقت هذه الفوطة ملك لمين؟ ملك للكنيسة. فلما نيجي نقول فوطة الوش ملك الكنيسة، كله فوطة وش ممنوع تستخدم في البيت؟ لا. يبقى اذا البخور اللي انت تشتريه من الراجل علشان تبخر بيه في البيت كرائحة عطرة بس، نوع من انك انت زي الجليد زي اي نوع من الروائح دي مسهاش اي حاجة، لكن حاجة الكنيسة حاجة ربنا رائحة المسيح الزكية المفروض تبقى لمجد المسيح مش لمجد اي عمل اخر او لاي نوع ايه نوع اخر. دول النقطتين اللي انا كنت نسيتهم المرة اللي فاتت. بعد ما اتكلمنا النهاردة عايزين نتكلم عن ايه؟ عن المرحبة، ونختم بان احنا نبلور الموضوع كله على بعضه، بس بعد ما نشرح ايه المرحبة. فبيقول له ايه؟ تصنع مرحبة من نحاس. كلمة مرحبة يعني مغسلة، حوض يختصوا فيه. حاجتين الروح القدس ما قالش مقاساتهم، المنارة والمرحبة. ما قالش ان المرحبة ترتفع كام او القطر بتاعها قد ايه او ارتفاعها قد ايه. ليه؟ اصل المرحبة رمز لكلمة الله، المية رمز لكلمة الله، المية بتعمل ايه؟ بتنظف،
وكلمة الله بتنظف. أنتم أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، يقول مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. يبقى إذن المرحبة أي الاغتسال، أي الاغتسال، أي التنظيف، المرحبة أي الاغتسال أو التنظيف. والمرحبة يمكن البعض فينا بيقول إنها رمز للمعمودية، لكن في الواقع لا، المرحبة مش رمز للمعمودية. اللي كان رمز للمعمودية عند اليهود الختان، لأن المعمودية مرة واحدة، لكن المرحبة اغتسال بيه باستمرار. كل ما الكاهن هتشوفوا يدخلوا القدس أو يجي يقدم الذبيحة لازم يغسلوا إيديهم ورجليهم في المرحبة. أنا شخصيا بعتبر أن المرحبة من دراسة الكتاب المقدس هي نفس الطقس اللي عمله يسوع مع تلاميذه، وهو طقس غسل إيه؟ غسل الأرجل، غسل الأرجل، طقس غسل الأرجل، واللي نبه الكنيسة أنها تعمله. ينبغي أنتم أنكم تعملوا مع بعض إيه كده. لما جه يسوع في آخر ليلة اللي هي يوم الخميس، خميس العهد، ويقول الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا، عارف أنه دفع إلى يده كل سلطان في السماء وعلى الأرض، يقول لك أخذ منشفة واتزر بها وصب مية وبدأ يغسل أرجل تلاميذه. جاء عنده بطرس، بطرس قال له لا مش ممكن تغسلني، قال له لو ما غسلتكش ما يكون لكش معي نصيب، لان اللي ما يدخلش المرحبة ما يغتسلش في المرحبة ما يقدرش يدخل يشترك في القدس، ما يكونش ليك معي نصيب، معاك شركة معاي. قال له طب خلاص اغسلني كلي، اغسلني كلي دي المعمودية، اغسلني كلي دي المعمودية. قال له لا انت طاهر، انت اتعمدت، انت اتعمدت. تيجي تقوله بطرس اتعمد ايه؟ اتعمد بمعمودية المية، لانهم غالبية التلاميذ كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان وخدوا الروح القدس يوم الخمسين، فقال لهم انتوا اطهار بس مش محتاجين غير لحاجتين، لغسل ارجلكم، غسل ايديكم من السكة، من المشوار. دايما الانسان لما بيبقى مسافر، فهو مسافر بيت ما يروح المكان اللي راح فيه، السكة دي بتعمل فيها ايه؟ رجليه تطرب، وايديه لما بيمسك الحاجة ويسند، يسند ايديه تعمل ايه؟ تتوسخ، فبيبقى محتاج لغسل ايديه وغسل رجليه. احنا واحنا في مسيرتنا في حياتنا في العالم كمؤمنين، احنا مخلصين واطهار وتعمدنا مرة واحدة، ومش ممكن نتعمد مرتين ولا ثلاثة مهما اقترفنا من خطايا. حتى اللي بينكر الإيمان بمجرد ما يرجع يقبل توبته واعترافه وينضم للكنيسة، لكن ما بيتعمدش تاني. لكن في مسيرتنا زي ما بنمشي في الشارع بنقابل أتربة، وزي ما ايدينا بتلمس قذرات، برضو احنا ماشيين في مسيرتنا بنقابل خطايا، لأن احنا موجودين في عالم موضوع في الشرير، واحنا ماشيين بنشوف نسمع كلام مش كويس ما يمجدش ربنا، بنشوف مناظر بتتعب الانسان، بنشوف حاجات، بندخل في مجتمعات وفي امور كتيرة، فالامور دي بتعمل عملية ايه؟ اتساخات للايدين وللرجلين، يعني بتشوش الذهن وبتشوش الفكر، فبنبقى محتاجين. يعني مش مجرد انك انت تغلط، ده مجرد انك انت تسمع الغلط ده بيتعب، بيتعب المسيرة. عشان كده احد الاباء الرهبان قريت عنه في بستان الرهبان، كان دايما لما حد يقول كلام قدامه صعب فكان يحب يدخل القلاية بتاعته نقي، فلما يوصل لغاية القلاية ويلاقي الفكر الذهني يبتدي يلف حوالين القلاية ويبتدي يطلب من ربنا المعونة ان يطرد منه الفكر عشان يدخل جوه نقي. فاحنا محتاجين لعملية غسل الارجل. المية او المرحبة ملهاش مقاسات زي ما قلنا، ليه؟ لان كلمة ربنا ملهاش مقاسات،
شوف يقولوا ايه، لكل كمال وجدت حد، اما وصيتك فواسعة جدا. المزمور 119 الطويل، لكل كمال، اي حاجة لها حدود، الكون ده له حدود، الكرة الارضية لها حدود، المحيط له حدود، اي حاجة لها حد، اما وصيتك فواسعة جدا، كبيرة ملهاش حد. عشان كده كلمة ربنا مفيش حاجة تقدر تحدها، ومحدش يقدر يستوعبها بالكامل. عشان كده احنا ما عندناش في المسيحية حاجة اسمهم علماء الكتاب المقدس، لان العالم هو اللي عرف حدود العلم، العالم اللي عرف حدود العلم. مفيش علماء للكتاب المقدس، لكن فيه مفصلين ومفسرين لكلمة الله. وكل ما الواحد يدرس في كلمة ربنا يحس انه لسه على بداية المحيط، ويحس ان لسه قدامه كتير. وكل يوم ندرس في كلمة ربنا نلاقي جديد، نلاقي جديد، ونلاقي شبع، ونختسر 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 ونتنقص. هذه المرحبة اللي ملهاش حدود. وقلنا ايه تاني ملوش حدود؟ المنارة. اذا كانت المرحبة رمز الكلمة الله اللي بتنقينا وتطهرنا، المنارة رمز لروح الله اللي بينور لنا الطريق برضو عن طريق الكلمة، عن طريق الكلمة. وروح الله ملوش حدود ايضا، يقولك لانه ليس بكيل يعطى الله الروح، تقدرش تكيله بمكيال، حدش يقدر يحده ولا يمنعه. لا تقدر تحد ولا تمنع روح الله، ولا تقدر تحد كلمة ربنا. لكن كلمة الله هنا مصنوعة من ايه؟ من حاس. ولما تخلوا بالكم في الآية اللي قريتها في اصحاح 38، النحاس ده جابوه منين؟ في الآية يقول لك من المرائي، مرائي جمع مراية، الستات اللي كانوا متجندات عند باب، عند هناك عند باب الخيمة. الستات متجندات يعني ايه؟ يعني في ستات قلبهم حسهم ان احنا نروح عند الخيمة نقف نقول لهم عايزين ندفع حاجة. فموسى قال لهم ربنا بيقول لكم كل واحدة تجيب المراية بتاعتها، المراية بتاعت الناس الفقراء بتتصنع من الازاز، بس بيحطوها في اطار من ايه؟ من نحاس، علشان تطلع الاطار النحاس بيبقى مسبوك عليه، فبتكسر المراية ويدهم النحاس. جابوا المري كلها النحاس، الازاز رموه ومسكوا النحاس وسبكوه وصنعوا منه المرحبة. اشمعنى يا رب عايز دي؟ اشمعنى؟ اصل المراية دي مهمة جدا للست، المراية بتقدر تشوف فيها شكلها وبتقدر توضب فيها هندامها. فعايز ربنا يقول يا بشرية كلها كلمة الله هي المراية الحقيقية، هي المراية. ما تطلعش، ما فيش واحدة بتطلع بره الباب من غير ما تقف قدام ايه؟ المراية. ممكن انت ما تتحركش من مكانك الا لما تبص في مراية الكتاب المقدس، تقدر تبتدي تظهرك، تبتدي تعمل فيك، تبتدي تضع امام حياتك هذا النقط. يبقى هنا النقطة الاساسية اللي موضوعة. يبقى لما بيجي هنا بقى يجيب يقولك المرايات بتاعت المتجندات، يعني معناه ايه؟ يعني معناه استغنوا عن زينة الجسد لكي يسعوا الى زينة الروح. شوفوا الكتاب يقولك من مرايات المتجندات. كلمة متجندة يعني ايه؟ متجندة يعني مش عايزة تتحرك الا لما تدفع حاجة لربنا، مصممة. شوفوا لما انتوا بتلاحظوها كتير طبعا عندكم في اجتماعات اخوة الرب، لما تكون عايزة تاخد حاجة وتقف لك كده، مش عايزة تتحرك لغاية ما ايه؟ دي من اجل كثرة لجاجاته بيسمح له. ربنا قال لهم هاتوا المرايات بتاعته. طب ونشوف وشنا فين؟ تشوف وشك في المرحبة. كانت المراية عبارة عن قطعة ازاز وفي اطار نحاس، كسرنا الازاز ورمناه وخدنا قطر النحاس وعملناها مرحبة وحطينا بدل الازاز مية، ماء الكتاب المقدس. يقول لك كلام الله كفضة مصفاه سبعة اضعاف،
مراية تشوف وشك، تقدر تشوف من الكتاب، تقدر تعرف نفسك من غير ما تقرأ كلمة ربنا. ما تقدرش تشوف. اللي ما بيعشوش الكلمة يقدر يشوفوا غلطات الآخرين. أيوة، يعني افترض فيه باب أنا في وشي أقدر أشوفه؟ لا، لكن غيري يشوف. احنا بنشوف أخطاء الآخرين، لكن لما بحط مراية الكتاب المقدس قدامي ما بشوفش غير شكلي أنا، ما بشوفش شكل الناس. داود لما حط مراية كلمة ربنا قدامه قال وخطيتي أمامي في كل حين، وما نام واحد شايف خطيته مش هيبص الخطيط غيره، لأن اللي بيته إزاز ما بيحدفش الناس بالطوب. لكن لما بنسيب كلمة ربنا ولما بنبعد عن كلمة ربنا بنبتدي نشوف أخطاء الآخرين ونقعد ننتقد الآخرين، وينطبق علينا القول اللي يقول لي يا مرأي اخرج الخشبة من عينك، وبعد كده أبفكر إزاي تخرج القذى من عين أخوك. وطوبة لمن شغل عيبه عن عيوب الناس، طوبة لمن شغل عيبه عن عيوب الناس. فهنا لما بيجي يقول لك تصنع مرحاضة من ايه؟ من نحاس. النحاس ده بتاع مراية المتجنس. طب وش معنى النحاس بالذات؟ يعني معناها كلمة ربنا هتطهرك على اساس العدل، عشان كده يقول لك وقاعدتها نحاس. يا احبائي، احنا خطايانا بعد ما المسيح اتصلب، قبل ما المسيح اتصلب كنا بنطلب الرحمة، لما جاء الرحمة بقت المغفرة بتاعتنا على حساب العدل اللي تممته الرحمة. العدل، عشان كده بنقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. مع إن الواحد لما يجي يقولك أنا رايح أعترف بخطيتي فنقول أمين وإيه ورحيم، ما دام اعترف. إيه رأيك لو تروح تعترف بغلطك لواحد عادل؟ ده انت تترمى في السجن. لكن ده امين وعادل. الامين ده المسيح، فيه النعم وفيه الامين، والعادل ده العدل الالهي. فانت بتروح تعترف بخطاياك، بتتحط على المسيح الامين اللي قال امين، اللي قال كلمة وهينفذها، اللي اتدحرجت الخطايا علينا، اللي هو حمل الله اللي هيحمل خطية العالم كله. وعادل، هناك العدل. فهنا لما بيقول له مرحبا من نحاس وقاعدتها من نحاس، يعني قائمة على قاعدة من نحاس للاختساب، المرحبا دي تكون فين؟ قال له تجعلها بين خيمة الاجتماع والمسبح، بين المدخل بتاع خيمة الاجتماع وبين مسبح المحرقة. وسطان، لما تدخل من الباب البراني، باب الدار الخارجية اللي هو 20 ذراع، تسمع الآية بتاعت يسوع أنا هو الباب، تلاقي الباب مكتوب عليه من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فوانت داخل بخطيتك، أول حاجة تقابلها إيه؟ مذبح المحرقة. لما تقابل مذبح المحرقة بتتحرق عليها في شخص المسيح يسوع كل خطاياك. اما طبيعة الطهارة اللي خدتها فعايزة عملية تنظيف، بعد ما اتحرقت كل خطاياك بقيت في المسيح يسوع خليقة ايه؟ جديدة. فبعد ما شال المسيح خطيتي، طب من هغلط تاني؟ والقديس يوحنا قال ان قلنا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا، والكنيسه بتقول ما فيش حد بلا خطيه ولو كانت حياته يوم واحد على الارض، والصديق بيسقط في اليوم 7 مرات. يبقى اذا هفضل انا جنب مذبح المحرقه؟ قال لك لا، محتاج عمليه بقى ايه؟ تطهير. تطهير ده عند المرحبة. المرحبة تنزل تختسل تعترف
تعترف بخطاياك، كل ما تغلط تعترف، ولما تعترف بتتمسح خطيتك. أكتب إليكم ألا تخطئوا، وإن أخطأ أحدنا فله إيه؟ فلنا إيه؟ شفيع، لأن المرحبة قائمة على النحاس، قائمة على العدل. الاغتسال كانوا بيغسلوا إيه؟ أيديهم وأرجلهم، ما كانوش بيستحموا فيها أي يغتسلوا فيها. المعمودية دي مقدس، شوف الكتاب يقول لك إيه؟ مدفونين معه في المعمودية، يندفن. لكن دي غسل الإيدين والرجلين. الإيدين رمز للأعمال، والرجلين رمز للسلوك. رجلي هي اللي بتمشيني، ممكن توديني المكان ده وممكن توديني المكان ده. الرجلين ممكن تمشي مستقيمة وممكن تعرج بين الفرقتين، دي الرجلين. فإحنا عند كلمة ربنا بنغسل رجلينا، أغسل رجلي. ويقول لك إيه؟ حازينة، خلوا بالكم حازينة، عارف كلمة يحازوا في الجيش لما يقف يقول لك حازوا، يعني الصف يقف إيه واحد. حازينة أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. لا، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يبقى أنا بغسل رجلي، يعني بشوف كلمة غسل رجلي، بشوف بحسب الكتاب الخطوات اللي بمشيها دي حسب الكتاب ولا لا. يعني ايه حسب الكتاب؟ برضو انا عايز اسأل، يعني لو كان يسوع مكاني كان هيروح الحتة دي اللي انا روحتها؟ لو كان يسوع مكاني كان هيمشي المشوار ده؟ لو كان يسوع مكاني كان هيتصرف التصرف ده؟ هيقول الكلمة دي؟ كان هيرد زي ما انا رديت؟ كان هيبص زي ما انا بصيت؟ كان هيتضايق زي ما انا ضايقت؟ في الانجيل نجد يقول تعلموا مني، لانه وديع ومتواضع القلب. وحتى بولس لما جه يقول عن نفسه قال التمثلوا بي، ومش وسكت، لان هنتعلم من المسيح وبعد كده نتعلم من بولس، يبقى كل واحد هنتعلم منه شويه. لا، تعلموا او تمثلوا بي كما انا بالمسيح. يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي انا بقلد فيها المسيح اعملوها، والحاجات اللي تلاقوني ما قلدش فيها المسيح اوعوا تعملوها في اي امر من الامور. نفس القديسين يقول لك انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بايمانهم مش بهم. لو قال لك تمثلوا بهم يبقى ضعنا، لان ممكن اروح انكر المسيح واقول له بطرس انكر، وزن واقتل واقول داود زنى واقتل. مش انت بتقول يا عم اتمثل بيهم؟ ما نادين. لا، اتمثل بايمانهم، يعني الحتت اللي ظهر فيها ايمانهم، لكن الحتت اللي ظهر فيها ضعفاتهم مالكش دخل بيها. مفيش انسان مفيش ضعف. بطرس بعد ما بقى رسول عظيم قعد يراقب شوية بالنسبة لليهود، وبولس لما وجدوا ملوما عنك قدام الكل لأنه وجدوا ملوما، فهو بطرس رسول كبير وبشر كتير وكان آمن على إيديه ألفات، لكن يسوع هو ده اللي نقتفي خطواته خطوة بخطوة، والقديسين نقتفي خطواتهم التي خطوها في طرق يسوع فقط. هنا ده الوضع السليم بالنسبة لنا، هنا دي المرحبة. أنا بعتبر الطقس غسل الأرجل، كل اللي بنعمله العزة دي اللي بنوعظها دلوقتي ده طقس غسل أرجل، الاستقاد اللي بنتاخده ده طقس غسل أرجل، المريض اللي بنزوره ونكلمه عن ربنا، المسجون اللي بنزوره ونكلمه عن يسوع، الحزين والمتألم اللي بنزوره ونكلمه عن ربنا ده طقس غسل أرجل. لما بيقول اعملوا بعضكم لكده لان بتيجي التجارب بتخلي الرجلين تتسق. مش رايحين نتكلم، احنا مش بنتكلم عشان تتعمدوا من جديد، لا، انتوا اطهار، بس في السكة حصلت امور خلت الناس تكسل وخلت الناس تبعد، امور كتيرة حصلت.
يبقى إذن هنا لما بيجي يتكلم ويوضح يقولك إيه؟ تتحط بين الخيمة وبين المذبح. الخيمة دي القدس وقدس الأقداس، دي الشركة مع الله، لا تستطيع أن تدخل في شركة مع الله إلا لما تحط خطاياك على يسوع عند مذبح المحرقة وتعيش الكلمة عند المرحلة، تعيش الكلمة تختتل بيها. أصلي تقول لي أنا تعملت وحطيت خطاياي على يسوع، أقول لك آه. تقول لي مش لاقي شركة، حاسس بفتور. عارف ليه؟ لأنك ما رحتش للمرحلة. في بعض خطايا عالقة بيك، في السكة بنغلط، في البيت بنتنرفز، ممكن نكذب، ممكن نشتم، ممكن نمسك السيرة. كل الأمور دي بتبقى عائقة لشركتنا مع الرب، فمحتاجين للاختسال. وزي ما بيقول إن رعيت في قلبي اسما لا يستجيب لي الرب، فأنا بغسل إيدي ورجلي، بقعد عند الكلمة عشان أدخل في شركة مع ربنا. الشركة دي بتمتعني بربنا. ده ممكن في السكة من مذبح المحرقة، يعني من بداية إيماني لغاية الشركة، خيمة الاجتماع، الشركة مع ربنا، المسافة دي ممكن الشيطان يجي يفكرني بضعفات حصلت في السكة من الحتة دي للحتة دي فادخل تعبان. لكن لما اجي عند المرحلة ولاقي الرب كده بيقول انا لم ادعو ابرار بل خطاة للتوبة، اقول يا رب انا خاطي، وبناء على ذلك ليه حق اجي عندك؟ المرحلة دي جميلة، المرحلة دي الواحد اللي بياخد كلام ربنا ويتمتع بيه. انا بعتبر قمة المرحلة المرأة الكنعانية. المرأة الكنعانية بعد ما اتقابلت مع الرب وجات له وهي متأكدة وبتتكلم معاه وهو يقول لها يا امرأة ليس جيد ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، ده رفض بات. قلت ماشي مظبوط، انا كلب ما قلتش لا، بس ليه حق؟ الكلاب بتاخد من الفتفات ولا لا؟ مش بتاكل من الفتفات؟ انا مش عايز خبز. فتفات من ايدك تكفين، تسوي الهواي، تعمل المعجزات. عظيم ايمانك. هذه المرحله الشيطان يجي يقول لك انت تضحك على ربنا، لا انت عامل كذا وكذا 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 وكذا، وجاي تقول لي ادخل في شركه مع الرب. اقول يا سيدي ده اللي عملته وده ضعفي. اللي عملته ده ضعفي، وهو بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين، انا تعبان، لولا تعبان ما كنتش اجيله. انت تفتكر الشيطان عايز نجي ربنا وانا مرتاح؟ ده هو عايز التعبانين، عايز العيانين، عايز المرضى، عايز الخطيين، عايز الوحشين، عايز الهلكين اللي هلكوا جاي يطلب ويخلصهم. يا سلام، ده انا اجي من مشوار طويل مطين ايديا ورجليا، يعني سلوكي واعمالي مطينة، يجي الشيطان يقول لك يا اخويا اديك امنت على الصليب وامنت بالصليب والمصطوب عليه وتفت وسلمت حياتك واديك وقعت في الخطيه تاني. هتدخل تقول لربنا ايه؟ اقول له في مرحله وصلنا، في مرحله وصلنا، في كلمه ربنا وصلنا، انزل اغسل ايديا ورجليا، اسمع صوت في الميه بيقول روح الرب علي لانه ارسلني لابشر المساكين، لاطلق الماسورين، لأنادي بسنة الرب المقبولة. أنا عايش في سنة الرب المقبولة وجاي تقول لي أنت مش مقبول، ابعد عني. لما الواحد يغسل إيديه ورجليه ده انتعاش، يد انتعاش عشان تدخل جوه. تدخل إيه؟ تدخل تلاقي بخور الرائحة الذكية، تدخل تلاقي الشبع في خبز الحياة، تدخل تلاقي النور بتاع المنارة بتاعت الأقداس، تعيش التسبيح، تشبع بالكلمة، تستنير. كانوا عين المساكين يفضلوا يدخلوا لغاية القدس، لكن قدس الأقداس في حجاب، الحجاب انشق. هتلاقي تابوت العهد، هتلاقي الموت أبيد. تشبع بده كله
وتلاقي التابوت بيقول من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. تقول بس مفيش موت خلاص. تقف جوه تحت الإسمنجون والإرجوان والقرمز والبوص المبروم وتسجد أمام الرب وتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح بعد كده؟ أشد أم ضيق أم جوع أم اضطهاد أم عرج؟ فيش حاجة تقدر. أم ملاك أم رئيس ملائكة أم علو أم عمق ولا رياسات ولا أي حد يقدر يفصلنا عنه. داخل مرائي جميلة اتحولت لمراية واحدة، مراية الكتاب المقدس، المراية اللي بنبص فيها. بص بعينك كده وتقول يا ترى عيني فيها ايه؟ يقول لك العين ان كانت عينك بسيطة جسدك كله نيرا، وان كانت عينك شريرة جسدك مظلم. تقيس لسانك على كلمة الله، نشتم فنبارك، يفترى علينا فنقدس. تلاقي الكلمة بتقولك تتصرف ازاي تسلك ازاي مع اعدائك، حبوا اعدائكم، مع اللي بيلعنك باركوا لعنيكم، مع اللي بيكرهك احسنوا الى مبغضيكم، مع اللي بيسيء اليك صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم، مع اللي بيمد ايده عليك من ضربك على خدك الايمن حول له الاخر، مع اللي بيستكردك من سخرك نيلا امشي معه اثنين، مع الطماع من اراد ان ياخذ السوق فاترك له الرداء ايضا، مع الكل اغسل ايديك ورجليك، انزل الكلمه وعيشها، عيشها مع الكل وشوف ازاي دي المرحلة اللي هتخليك تدخل مع شركة مع اللئام، شركة عظيمة، شركة عظيمة. العجيبة في خيمة الاجتماع يا احبائي في حاجتين مش موجودين، مفيش قفل ولا باب من الابواب عليه قفل. ربنا ما قالش يعملوا قفل لا للباب البراني باب الدار ولا الباب الخيمة، عشان يفضل باب ربنا مفتوح ليل نهار، ومفيش درج او سلم تطلع بيه للمذبح. مش معنى درج او سلم، اصل طلوع السلم مجهود، وربنا هيخلصك مش بمجهودك انت، بمجهوده هو اللي تم على خشب الصليب. عشان كده يقولك لو طلعت الدرج الى المذبح تنكشف عورتك، يعني لو حبيت بمجهودك انت تطلع لربنا مجهودك هيكشف ضعفك، هيكشف عورتك، لان كل اعمال برنا كخرقة الطامس كثوب عدة. تدخل تلاقي النار مشتعلة في قلب المذبح المحرقة، قلب يسوع مولع عشان يبرد لك قلبك. غضب الله منصب على مذبح المحرقة، تتعدى النار بتاعت مذبح المحرقة في النحاس، تلاقي المية في المرحبة في النحاس، في نفس النحاس تلاقيه هو يتحط في النار، وفي نفس النحاس يحطك انت فيه في المي، انت ينظفك وهو يتحرق. يا سلام، تصور الكهنة وهو قاعد في المرحبة وحاطط رجليه بيغسلها، ايه اللي بظهره؟ مذبح النحاس وراه، وايه اللي قدامه؟ الخيمة الشركة. بتعمل ايه بس الرجليه وديه عشان ادخل ايه؟ اشترك مع ربنا. طب وخطيتك لما بتتحرق على يسوع وراي، هو بيتولع عشان ينقذك، هو بيطلع على الصليب عريان عشان يكسوك بثوب بره. ده عمله، ده عمل ربنا بالنسبة ليك. تدخل جوه والنار والعى بره، انت جوه متمتع في هدوء، مفيش شبابيك، يبقى لا فيه اقفال ولا فيه سلم درج ولا فيه ايه شبابيك. ليه؟ لان مفيش اضاءة خارجية تدخل جوه. الشركة مع الله ما تجيش بنور من بره، تيجي بنور من جوه، وده اللي علمته لنا الكنيسة وعلمه لنا الكتاب المقدس. بنورك يا رب نعاين النور، بنورك نرى نورا، بروحك ندخل لأعماقك، نشبع بيك، نتمتع بشخصك. الحجاب انشق، تقعد تشبع، ما بقاش لا فيه قدس ولا قدس أقداس، ما بقاش فيه قدسين على الأرض وقدسين في السماء،
بقوا الاثنين ايه؟ واحد. ان عشنا للرب نعيش بقى، ونموتنا للرب نموت. هنا وهنا واحد، هنا بنتمتع بيه وهناك هنتمتع بيه، هنا هنشبع بيه وهناك هنشبع بيه، هنا اهو بنسبح له وبنرنم له وبنهتف له، وهناك هنسبح له ونرنم له ونهتف له. هنا بناكل من جسد الرب ودمه، وهناك هناكل من المن المخفي وشجره الحياه التي في وسط فردوس الله. هنتمتع بيه، هنشبع بيه. عشان كده ما تقراش في العهد الجديد كلمه القدس القدس الاقداس، لكن يسموها الاثنين ايه؟ الاقداس السماويه. وانت بتسجد هنا كانك بتسجد في السماء، لانه اجلسنا معه في السماويات، اقامنا معه واجلسنا معه. اقرا افسس ومن واحد لثلاثه تشوف قد ايه داك، لدرجه ان يقول لك مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بايه؟ بكل بركه روحيه في السماويات. ناقص حاجه واحده بقى اختم بها كلامي. الخيمة دي إن كانت سكنة يسوع في وسطينا، لكن الخيمة دي هي مين؟ هي إحنا، لأن الخيمة بيت ربنا، وزي ما بيقول في العبرانيين وبيته نحن، إحنا بيته، إحنا الخيمة بتاعته. وأن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء. احنا الهيكل بتاعه، انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. مين اللي هيصنع الخيمه دي؟ اثنين. اصحاح 31 يقول لك انظر قد دعوت بصلائيل ابن اوري ابن حور من سبط يهوذا باسمه. اللي هيصنعوا الخيمه شخصين، اثنين بس، واحد اسمه ايه؟ بصلائيل، اللي هي آية رقم ايه؟ اثنين. وبصلائيل على فكرة قعد يوصف فيه، خلي بالكم من ضمن الحاجات نمرة واحد دعاه بايه؟ باسمه، هشرحها. وبعدين نمرة اثنين في آية ثلاثة ملأته من روح الله بالحكمة، في فهم، في معرفة، يفهم في كل صنعة. كل ده عن مين؟ عن بصلائيل، لاختراع مخترعات، يخلق مخلوقات. يعني اختراع يعني يصنع، يخترع حاجات جديدة يعني يخلق، خلاق، ليعمل في الذهب، خلوا بالكم، والفضة والنحاس، ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب. الله، كل حاجة يفهم فيها، ليعمل في كل صنعة. ده بصلائيل. طب والشخص الثاني اللي هيشتغل معاه في صناعة الخيمة؟ يبدأ من آية 6، وها أنا قد جعلت معه أهولياب أخو ابن أخي سماك من سبط إيه؟ دان، وفي قلب كل حكيم. ما عندوش غير حكمة. مين هما الاثنين دول؟ واحد رمز للمسيح والثاني للشيطان. الاثنين هيشتغلوا في الخيمة، الشيطان موجود علشان يشتغل فينا، هتشوف. بصلائيل من سبط يهوذا، سبط يهوذا ده اللي هيجي منه مين؟ المسيح. طيب واهو الياب ده من سبط مين؟ من سبط دان، وده ده اللي هيجي منه مين؟ المسيح الدجال. كلمة يهوذا يعني حمد او شكر او تسبيح، كلمة دان يعني يدين او دينونة. خلوا بالكم الخلاص بيتم، يسوع جاي هيعمل كل حاجة، يزرع الزرع. ما ها الايمان هو زرع، خرج الزرع لايه؟ ليزرع ويسقي وينمي، ماشي، والزرع طلع ثمر ويشتغل كل حاجه، كل صنعه. ثم من شغل ابليس ايه؟ حاجه واحده بس، بعد ما يدرس يسوع الحق الشيطان يعمل ايه؟ يغربل. شغلته مغربل، حكمته هو بحكمته بيفتكر انه هيقدر يضيع الدنيا، لكن هو بحكمته بيشتغل مغرب ده ربنا. بطرس الشيطان طلب ان يغربلكم، وانا طلبت. لا انتوا شغالين مع بعض، انا سايبه يشتغل، ودي اللي هتجنن ابليس.
يجي يشتغل حاجة عشان يهد، هو قصده الهدد، مش قصده يغربلك يعني عشان ينظفك، لا ده قصده يضيعك. ربنا يرضى الضياع ويحول الخير. أنتم قصدتم بشر ولكن الرب قصد بخير. شوف يقول لك ايه من صبت يهوذا، ايه باسمه دعوت، باسمه دعوت بصلائيل باسمه. بصلائيل يعني حكمة الله، بصلائيل باسمه. هو دعا باسمه. لما بيجي تولد ولد بتجتمع العيلة، الزوج والزوجة والاهل والاقارب، نحب نسميه ايه؟ مش ده اللي بيختاروه؟ نختار له اسم، ويقعد يختاروا اي اسم يتفقوا عليه كلهم، وبعدين يقولوا اسمه فلان. ربنا دعا يسوع باسمه قبل ما يتولد ب 800 سنة على لسان اشعياء: هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه ايه؟ عمانوئيل. اتسمى قبل ما يجي، دعوته باسمه. حتى الملاك، خلوا بالك، الملاك لما جه بشر مريم العذراء قال لها ايه؟ ستحبلين وتلدين ابنا ويدعى اسمه يسوع، لانه يخلص الشعب من خطاياهم، لكي يتم ما قيل بالنبي: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. بس الملاك قال لها يسوع، يسوع يعني يهوى المخلص، يعني عمانوئيل جاء وسطينا وبقى هو يهوى المخلص، بقى يهوى المخلص. انا دعوته باسمه. وبعدين ايه؟ وملأت من روح الله. ودي اول ما دخل المجمع وادوله الكتاب وفتحه، اول كلمة اراها: روح الرب علي، وقال لهم الان تم هذا المكتوب. بعد ما طوى السفر، روح الرب علي جاي علشان الام يفتحهم، العرج قويهم، جاي علشان اطلق المأسورين والمنسحقين، جاي عشان اكرز بسنة الرب المقبولة، جاي اقضي اطلاق سنة مقبولة، سنة مقبولة. انتوا عايشين في السنة، عهد النعمة اسمها سنة الرب المقبولة، مع ان بعد سنة الرب المقبولة يقول لك ايه؟ وبيوم انتقام. المقبولة سنة والانتقام ايه؟ يوم. الانتقام لسه ما جاش. فهنا بيقولوا ملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة من صغره. هو سنة 12 سنة قعد مع الشيوخ وكان بيسألهم ويجادلهم، كانوا بيستعجبوا على الحكمة اللي عنده، كانوش قادرين يفهموا، كانوا حاولوا يوقعوه في غلطة ما قدروش، جم يجربوه ما قدروش. والمعرفة وكل ايه؟ كل صنعة. كل صنعة دي كررها مرتين. يسوع يفهم في كل صنعة؟ مع العلم ان اي انسان ليه تخصص، لا ده في كل حاجة، في الجوع يشبعهم، طبيب عيون يفتح العيون، طبيب عظام يقوم، طبيب اموال يعطي قيامة، طبيب للخرس، للصمم، للاستسقاء، للظهر المربوط، للأرواح الشريرة، للحمى، طبيب حميات، أنواع للبرص، لكل أمر من الأمور دي كلها، يفهم في كل حاجة، يفهم في كل أمر، في صيد السمك يفهم، إلقوا على الجانب الأيمن هتصيده. ايه ده انت بكل صنعة؟ لو يجي يقولك ايه هو نجارة الاخشاب، كان نجار لانه تربى في بيت يوسف، قدر يطلع لقالق نفيسة، اتكلم عن اللؤلؤة الواحدة، واتكلم عن الكنز السمين، في كل الامور تجد يسوع يفهم فيها. لكن معاه اهولياب، اهولياب عنده حاجة واحدة، صنعة واحدة، اللي هي الحكمة. الشيطان حكيم، كون حكماء كايه؟ كالحياة. بس حكمته في نظر ربنا جهالة، حكمته في نظر ربنا جهالة.
الاثنين دول هم اللي هيشتغلوا الخيمة، يسوع بنعمته وإبليس بتجاربه، ودول يسقلوك ويحطوك حجر في بيت الله، فتقول كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الرب، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.